خلينا نروح بقى لموضوعنا الأخير النهاردة، هيكون عن الذكاء الاصطناعي. يا هبة، اللي أحدث طبعا ثورة في الرعاية الصحية وفي كل مجالات الحياة، وهو بداية الثورة الصناعية الخامسة، واللي هيتبعها طبعا من تغيير في شكل العالم كله. الجديد ايه بقى؟ الجديد ان الذكاء الاصطناعي ده قدر على تشخيص الأورام قبل الدكتور أو قبل الطبيب بأربع سنوات. تفكير العلماء كان هدفه ان آليات الذكاء دي أو آليات الذكاء الاصطناعي تعمل بطريقة منطقية وعقلانية زيها زي البشر بالظبط، وإن احنا نقدر نستغلها في مجال الرعاية الصحية بكل أشكالها. الحقيقة كمان يا سلمى إن العلماء استشهدوا في الموضوع ده بتقنية رؤية الكمبيوتر اللي أصبح قادر على رؤية الأشياء أدق وأفضل من العين البشرية، وهو ما أحدث طفرة في التشخيص الطبي في مجال الأشعة التشخيصية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من التليفون اللي معانا. المهندس محمد سعيد، استشاري تكنولوجيا المعلومات، صباح الوردة على حضرتك. أهلا، صباح الخير. صباح الخير. عايزين حضرتك في البداية يعني تكلمنا أكتر عن تفاصيل قدرة الذكاء الاصطناعي من اكتشاف الأمراض بشكل أدق وأسرع. هو طبعا الذكاء الاصطناعي بيهدف في الأساس أنه يحاكي الحواس اللي بيتمتع بيها الإنسان، فمن أهم الحواس اللي مؤثرة في استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة العادية هو الرؤية. فرؤية الكمبيوتر أو الكمبيوتر فيجن بدأ باستخدام كميات هائلة من البيانات، كميات هائلة من الصور، إنه يتعرف على الأنماط المختلفة، وبالتالي تم استخدام هذه الأداة في إنه يتعرف على أنماط الأمراض المختلفة، طبعا من أهمها الأورام، في مراحل ممكن ما تكونش يمكن اكتشافها بالعين البشرية بتاعت الدكتور مهما كانت خبرته، لأن طبعا قدرة الآلة في التعامل مع كميات هائلة من البيانات، قدرة الآلة على التعرف على مظاهر دقيقة جدا أدق على الصورة أكبر بكتير من القدرة البشرية. طب خليني يا باشمهندس أسألك سؤال هنا، اللي هو الخبر بيقول إن يقدر الأجهزة دي أو الذكاء الاصطناعي ده إن هو يكتشف الأورام أو تشخيصها قبل الدكتور بأربع سنين، أنا محتاجة أفهم الجملة دي أكتر الحقيقة. بيكون الأعراض بتاعت المرض سواء يعني نتكلم في الأورام، سواء في الرئة أو في الثدي أو في الجلد أو في الأورام الشهيرة المختلفة، الأعراض بتكون في الأول يعني ما بقتش ظاهرة بشكل كافي، فالفرق ما بينها وما بين النمط الطبيعي تقدر الآلة تكتشفه في وقت مبكر جدا قبل ما الدكتور يقدر يكتشفه، فبالتالي المريض يكون عنده فرصة انه يتعالج في مراحل مبكرة. اصلا اربع سنين ده رقم كبير جدا، يعني ده اربع سنين دلوقتي، لكن ده ينقذوا حياة بني ادم حرفيا. صحيح. لكن احنا في المستقبل ومع الطفرة الهائلة في الذكاء الاصطناعي اللي ظهرت خلال 15 شهر الاخيرة، نتوقع انه يكون قبل كده، بل انه كمان يكون عنده قدرة على التنبؤ من قبل حدوث الورم. ده طبعا بيدي فرصة لعلاج افضل بكتير، لعلاج اكثر دقة، لعلاج اقل تكلفة، فبالتالي استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص من المتوقع ان هو ان شاء الله يكون له دور في انقاذ الكثير من الارواح وتقليل التكلفة وتحسين حياة المريض بشكل عام مع هذا الاكتشاف الاكثر المبكر جدا والاكثر دقة بشكل كبير. كويس، أي بشكرك شكرا جزيلا المهندس محمد سعيد، استشاري تكنولوجيا المعلومات. يمكن احنا بنخاف من حاجات يا هبه طول الوقت، وبنقول بقى الذكاء الاصطناعي وفي سلبيات وكده، خلينا برضو عشان احنا بنقول النهارده عايزين نبقى متفائلين على قد ما نقدر، خلينا نبص للايجابيات. الخبر اللي احنا قلناه من دقائق ده عظيم جدا جدا وحقيقي، ده ممكن يعمل طفره كبيره. صحيح. وكان في خبر برضو امبارح ان هم كانوا عاملين كلب
بالذكاء الاصطناعي يساعد المكفوفين ويقدر ان هو يبقى روبوت، يعني كلب على شكل روبوت اوكي AI. فدي يعني حاجات انا شايفه ان هو يعني طبعا. غير الاستخدامات الخاطئه ليه، لا هو ليه بصراحه لو استخدم صح، استخدم صح يعني في مجال الطب او في مجال الرعايه زي مثلا بتاع المكفوفين ده، زي التكنولوجيا والانترنت عامه دايما نقول سلاح ذو حدين حقيقي، فيا ريت بس الناس تستخدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والكلام ده كله صحيح. في الاشياء الصحيحة او تبقى حاجه مفيده للبشريه. يعني دايما احنا دايما كل فتره بنطلع بتكنولوجي جديده لازم يبقى فيها فايده للبشريه، ما ينفعش تبقى بس طالعه لل يعني لا شيء يعني صحيح. لا وفوائدها باينه ايه وابتدت تهل زي ما بيقولوا، فنتمنى نشوف الحاجات دي على ارض الواقع. طيب.